بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس. أول شيء هذا الكنترول بدي أشيل عنه السكيل وأشيل عنه الترانسليت وأخلي الروتيت. أوكي، لوك أند هايد سيلكتد. طبعا لا تستغرب من هذه البداية، إذا بديتنا من الآن ارجع للدرس رقم 1 وتابعنا. اوكي، هذول كانوا بدنا منهم بس ترانسليت، وهذه نريد منها فقط الروتيت. نكمل، بدنا نعمل كنترول ل الظهر من هون وللكتفين. على السريع بدي استخدم وليكن اي الدوائر من كرييت نيرس بريميتيف سيركل، بدي ارسم سيركل في اي مكان. و V وضلك كابس، حتلاقي حالك انه الكنترول اجت المكان الصح. R نصغرها شوي وخليها كبيرة. اوكي، تعطيها شكل بيضاوي شوي. بدك اكررها كنترول D for duplicate، W V وضلك كابس، حطها عند بداية الكتفين. هاي خليها بالمكان الصح، ممكن نزيد عرضها. هذول الكنترول لسه ما عملت فيهم شيء. اول شيء بختارهم مع بعض و delete by type history و center pivot already و freeze transformation، خليهم اصفر لا تنسى. ممكن تغير لونهم من الان. اوكي، تروح على attribute واعطينا اللون الاصفر مثلا. وهادي اعطيها اللون هذا اللون. تقدر تسميهم هادي باك وهادي الكتفين، اي شيء بدك تسميها برجع لك. اول شيء لما انت تحرك ظهرك بطبيعة الحال اكتافك راح يتحركوا، فبالتالي بدي اعمل هادي تكون ابن لهادي البوين لهادي الكنترول. يعني بختار اول شيء الابن، وبختار بعدين الاب اللي هي البيرنت، وبعمل حرف البي على الكيبورد. بالتالي لما احرك هاي روتيت حتتحرك اللي فوق معاها اوريدي. اوكي، هلا بختار هاي البون الكنترول كيو عشان ما تختار لك اياها، بتختار الباك اول واحدة من الباك، طبعا اللي تحت هاي هاي لا تنسى هاي الرئيسية اللي هي الروت. بختار الباك، شيفت نختار اول شيء اختار الكنترول، بعدين شيفت اختار الباك، روح على كونسترين اورينت كونسترين وذ مونتانا اوفست ابلاي. الان هذه في حركه للباك لحاله، بعدين اختار الكنترول تبع الكتفين كيو عشان ما تشوف المانيبيوليتر، شيفت اختار هذه البون، وحرف البي على الكيبورد، سوري الجي على الكيبورد عشان تعيد اخر اداة انت عملتها وهي الاورينت كونسترين وذ مونتانا اوفست. شوف الان هذه في حركة وهذا في حركة والامور تمام. للاي كي هاندل هاي بدي اعمل زي ما عملنا للركبة هون بول فيكتور، استخدم لها عشان نحركها في الطريقة الصح. ممكن تستخدم اي شكل، ممكن تستخدم زي الاشكال اللي تحت، انا بفضل والخيار لك. روح على create nerves primitive circle ونرسم circle هون و right click وضلك كابس، control vertex واختار وحدة بعد الاخرى، R على الكيبورد صغر
object mode r كبر شوي. اوكي الان w v وضلك كابس ميدل كليك حتقفز لعندك اعمل روتيت. هنفتح تشانل بوكس ونشوف انه 90. اوكي خلنا نصغرها r كنترول دي بكررها w v وضلك كابس على الكيبورد روح على الجوينت هاي الوسط واختارهم اختار الشكلين مع بعض ورجعهم للخلف قليلا اوكي او كثيرا كما تحب بهذا المكان اعمل delete by type history و center pivot already freeze transformation اوكي على السريع اختار الجهة اليمين مع ال IK handle و pole vector constrain pole vector apply صارت في عندنا حركة لهذا المكان اختار هذه مع هذه حرف الجي على الكيبورد كرر لك اخر شيء انت عملته صارت عندنا الحركة جميلة الان حركة الباك حتختلف معك شوف صار في ثبات ل الايادي اوكي خلنا اشيل هدول عنهم الترانسليت والروتيت والسكيل ونخلي الروتيت لوك اند هايد سيلكتد خليهم فقط ل الروتيشن تمام وهدول فقط الترانسليت وشيل الروتيت والسكيل عنهم لوك اند هايد سيلكتد يا مايا يا محترم ما في روتيت ما في سكيل فقط لا ترانسليت اوكي الامور تحلو الجهة اليمين نعطيها اللون enable override وليكن اللون الخمري والجهة اليسار نعطيها اللون الاسود اوكي هذا بالنسبة لهذا الدرس ونكمل ان شاء الله عاجلا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك عمر قنديل من دوت انسبوت